أهلا بحضراتكم. بقالي فترة عايزة أسافر مصيف كام يوم، بس عايزة مكان ما رحتوش قبل كده، فبدأت أعمل سيرش عن المصايف الموجودة في مصر، واللي لفت نظري بجد إن مدينة بلطيم طلعت لي من ضمن المصايف. وأنا طول عمري فاكرة الناس بتهزر لما بتقول نروح نصيف في بلطيم، وده خلاني أدور وأعرف حكاية وتاريخ بلطيم. واسمع مني الحكاية وما فيها. مدينة بلطيم واحدة من أقدم مدن محافظة كفر الشيخ، كمان هي مصيف مهم، وخصوصاً إن موقعها مميز، موجود على سواحل البحر الأبيض المتوسط وبتطل على بحيرة البرولوس. ويمكن مدينة بلطيم مساحتها كبيرة قوي، بس لو جينا نبص على تاريخها هنلاقي إنها صاحبة تاريخ كبير، وتاريخها بيرجع لعصر بطليموس الأول، وقالوا إن هو اللي أنشأها وعشان كده اسمها مشتق من اسمه. وبلطيم عدى عليها عصور كتيرة، وده خلى فيها مجموعة مميزة من المواقع والمعالم الأثرية زي طابية عرابي، ودي اللي عملها صلاح الدين الأيوبي عشان يصد الهجمات الصليبية اللي جاية من أوروبا. والخديوي إسماعيل قام بترميمها سنة 1882، وكانوا لقوا فيها 3 مخازن للأسلحة وكمان كمية كبيرة من الفخار والخزف، وتاريخها بيرجع لسنة 1100، وفيها حاليا عدد من المدافع القديمة اللي استخدمها أحمد عرابي عشان يصد بها هجمات الإنجليز عن المنطقة، وعشان كده أطلقوا عليها طابية عرابي. في كمان في بلطيم منار البرولوس اللي عمره بيوصل لأكتر من 146 سنة، وارتفاعه حوالي 55 متر، ومثبت على 3 قواعد من الرصاص، وكان من أدق الفنرات اللي بترشد السفن اللي جاية من الدول المختلفة. يلا سمي يلا لمي فوت في الحديد، لا ما عندناش حاجة مستحيلة. وحالياً في مشروع لإعادة ترميم الفنار ده مرة تانية وتمهيد الطرق المؤدية ليه، وهيعملوا حرم حوالين منه وحديقة متحفية ونافورة على الطراز الإسلامي. لحد هنا كويس جداً. من زمان بقى ومدينة بلطيم واخدة شهرة كمصيف مميز، بيقولوا عليها مصيف العائلات، وأول مصيف بيجي كانت على رأس قائمة المصايف، وبالذات لأهالي المدن القريبة منها، وده لأسباب كتيرة الحقيقة. أولاً جوها حلو ما فيش زيه، تاني حاجة طبيعتها مميزة بالأشجار والزهور الموجودة فيها، وكمان فيها مجموعة من الشواطئ زي شاطئ الفيروز وشاطئ النرجس وشاطئ السلام وشاطئ الزهراء والأمل. والأهم بقى هو إن المدينة نفسها أجواءها هادية جدا ومريحة، والخدمات والأنشطة الترفيهية فيها بأسعار مناسبة للكل. والفترة الأخيرة مدينة بلطيم كان فيها اهتمام كبير، وكمان اتعمل حملات نظافة لكورنيش المدينة وتسوية رمال الشواطئ عشان تكون ممهدة للمواطنين اللي بيروحوا هناك، وشالوا كل الإشغالات الموجودة، واتعمل كمان أول مشروع للصرف الصحي على مساحة 40,000 متر، وبتضم محطة معالجة واتنين محطة رفع، واحدة رئيسية وواحدة فرعية، وده واحد من أهم مشروعات البنية الأساسية اللي الدولة بتعملها عشان تخدم أهالي المدينة بالكامل. ومحطة معالجة الصرف الصحي هيستفاد منها حوالي 35,000 نسمة، والمحطة بتتكون من محطة رفع رئيسية وخط طرد وشبكة انحدار بطول 22 كيلومتر. ومحطة الرفع الرئيسية بتشمل البيارة ومبنى عنبر التشغيل ومبنى المخزن وغرفة الأمن ومحولات الكهرباء. وبكده المشروع هيخدم كذا منطقة هناك وهيحل أزمات كتيرة. واسمع مني، في مصر هتلاقي إن كل مدينة فيها ليها حكاية وبصمة بتختلف عن غيرها، وده حقيقي سر جمال بلدنا أم الدنيا. بشكر حضراتكم، واسمع مني داليا الخطيب.